كشف رائد فهمي النائب في تحالف سائرون عن سبب غياب الصدر عن الساحة السياسية منذ أكثر من 50 يوما. وقال فهمي إن الصدر منذ البداية أكد تدخله في المراحل الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والأمور الأخرى تتم من خلال الجهات السياسية المخولة بالتفاوض. وحذر من أن الصدر ستكون له كلمة وموقف في حال خرج عمل الحكومة عن مشروع الإصلاح.